عبد السلام بن مراد الفزاني نهار العيد 9 وربع متاع الليل، هو راقد في الصالة وهما واحنا قاعدين نتفرجوا، افتح الستار قاعدة انا وراجلي وبناتي زوز. من بعد راجل نسمع من الباب طراف، تنطرت انا شفهم شفهم، قالوا لي شرط خويا تفضل شحافته. دخلوا جي 7 بديل باليت، واول ما يدخلوا للدار ضربوا البومبا غاز من الشارع في بيت الصالة، تخنق هو والريقت يفرفط. بس نكذبش عليك، بناتي قامت تصيح، قمنا كلنا نتصارع، انا واحدة من الناس نصيح. طلبتوش منهم يصدروا الوثيقة تثبت ليهم على قالت له بنتي اعطيني ما يثبت اللي انت داهم للدار، مو عندك اذن من وكيل الجمهورية، اعطيهولي وادخل الدار. هما بالزي ولا لا؟ لا سيفيل. سيفيل باهي. طلبتوش منهم ساعة قبل اذن وكيل الجمهورية، طلبتوش منهم وثيقة تثبت ليهم الشرطة؟ ما هما عندهم، هما كانوا عندهم قضية لبعثوا له استدعاء، لا علموه مثال لو عندك قضية إجانة في الوقت الفلاني، ما علموه بحد شيء. قاعد القضية في المركز رياقتك هيك، دخلوا قتلوا بنتي أعطيني إذن تاع وكيل الجمهوري اللي دخل بي، هز يدين البابا وضربها بها على كتفها، قال لها هاو الإذن نتاعك، ما عندك ما تعرف. هذوما عوان الشرطة العدلية هذوما عوان الشرطة تاع العدلية تاع الزهروني اللي فرقة 17 فرقة 17 يرحمهم. هو تعرف السيد قال لك هما وروكش حتى ما وراوني شيء، ما وراوني شيء، ما وراوني. بنتي واقفة ضربوها بومبا غاز في بنتي الصغيرة خولة في وجهها، تخانقت بالوقت الصغيرة الكبيرة، الصغيرة طاحت، الصغيرة الكبيرة تتسيح، أنا مشات الباب، مشات الباب بيت صار ما نكذبش عليك، ولدي أنا كنت يفرفط، ضربوا الباب كسروه، اللوح تكسر، البلار هبط الكل. مازال على فكره هذا هو كان تحب تجي تعاين. مازال اللوح مكسر غير برك الدم، انا صيغته خاطر شعر الدم انسان يعمل الريح. ولدي انا يفرفط يمكن بالغاز اللي تضرب، يدخل في يديه باش يحل البانيه تاع البيت، تحصلت يديه بين اللوح والبلار. وقت اللي يجبدوا فيه يعمل واو واو يجبد، قصت يديه. حسيتو ما نحكي لكش كيفاش هزوه. لقوه مطايح اللوطة، خطفوه ككلب يكركروا فيه للآخر النهج، كركروا فيه كركيرة، ومن بعد هزوه وكل خلي عم نحكي لكش على كلام الزيت. جاء راجل يتكلم دزوه خرجوا من الشارع، ريد بالسكر على فكرة، ريد بالسكر دزوه شدوه الزعمان البر، وإحنا أنا نجي نتكلم ما احترموش وزارة الدفاع كوزارته، عاون في وزارته، أنا نجي نتكلم وهو يهز يد البال يشير بها. فهمتني؟ بنتي الكبيرة دخلت الكوجينة تجري، حابت تجبد أبوس الغاز، خزرنا واحد منها قال كان راح حلها، حلها قال عادي شنو المشكل، خزرنا العاون الآخر، هو هما راهو فين باهي وفين خايف، خزرنا العاون الآخر قال كيفاش تكلم هكا أنت عند أبوس الغاز؟ خايف على روحي. أه كيفاش تكلم هكا؟ فكوها ودخلوها الداخل، خرجوه ميت، تعرف أم كأم ما تعرف في ولدها كيك شنو حسب؟ لا حب ربي ولا يحب العبد ولا يهود، هي شو اسمها نهار اللي تضرب في العيد وقفت الضرب، مش ما تموتش الناس العيد لا حق العيد لا حق حدش. جيت نتكلم فيه نتكلم في كلام باين كلام زايد، كلام زايد شو نقول لك كلام زايد؟ هذاك الرب هو والجد ما يحكيوش عليه، هذا كلام قدام رجلها وبناتها مش ربي تسمع الكلام، كلام بديع يكركروا فيه فن اخر خلطوا للكهرباء، ريت الكلب اللي هزوه هاك الميت نهار يلموا فك الموت على بعضه، هزوه الكلب وطيشوه، هز الكلب قالوا طيش، قلت له اخويا عليك مش حرام عليك؟ قال لي بني مشي كذا وكذا منك وتجي المركز، وكانك امراه قال لي اجي من المركز وتو تشوف ايش يصير عليه، قلت قاتل روح قاتل روح نعمل مش عارف. هو سامحني هو المداهمه هذيا الهوليووديه معناها اللي عملوها علاش؟ شنو القضية ولا شنية؟ هي قضية هاتا وش نحكي لك عليها، عندنا ولاد حومة متعاركين، عندنا صار فرح بحذانا، ولدي أنا ما حبش يمشي للفرح هذاك، قال لك أنا باش ما تصيرش مشاكل وولد حومتنا ما نمشيش. كان في جبل بحذا دار عمته، جبل الأحمر عنده ولد عمته، جاو من ليبيا عرس بنتها بنت لوزيتي في ماخذين في بعضهم،
كان في جبل مع ولد عمته في الكرهبة. جاء اخر الليل جاء قدام دار جارنا هي تقولوا له دار حسين وقعد شاهد شاهد العمليه تنجم تسكت قعد وهذا هما الاولاد جايبين زوز سيوفه وقالوا الليله باش ندخلوا حبس ليل هكا الفكرة سمعناها السلاح الابيض اللي باعت فيهم عند الفرقه نتاع 17 ما حبوش يعملوا شكايه خاطر تحت الطاولة قاعد يصير كل شيء، ما حبوش يقبلوا شكاية، ما حبوش يقبلوا شكاية. وشكون هما هذوما الجماعة اللي جابوا سيوفا ولا هذوما منتصر منتصر الكوكي وفوزي الكوكي. اي شكون هما؟ أنا شو يعملوا؟ شنو هي الأكتيفيتي نتاعهم؟ الأكتيفيتي نتاعهم باعوا في الخمر. واضح. فهمتني؟ وهذا ليلة اللي جابوها مشى السيد هذا منتصر من 17 وقعدوا يرصدوا في ولدي لين دخل للدار ولاد الحومه صحاب في بعض لين دخل ولدي للدار صاي دخل للدار وقعد يحكي قال لهم دفعت لهم 100,000 بال 17 باش يجيو يهزوا عبسلام ويجري ويعيط في العنتيه تاع عبسلام هزوه هزوه شدوه 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 بالفلوس بال 17 وجابهم هو وراهم الدار على فكره انا هو مشى على عنده محاميه باش تغطي له مع القضيه هذيك سمعهم مشى وشكوا به صارت المنيه وش البنات المقدمه كي مشى مشى وشكوا به مشات للمنطقه فرقه 17 قالت لهم عندنا شكايه بالسيد عبد السلام في زين معناتها نحب نشوف الشكايه هذي قال لهم لا ما عندها حتى شيء ما عندوش عندنا شكايه وضربت له على الاعلاميه اصلا معناتها حكم قرايب ولدي قالوا ما عندهمش باش في حتى منطقه معناتها مش حومه كامله يمكن فيها كان ولدي برك من 17 كل قضية كل مشكلة اللي تصير كل قضية قايدوها باش تعرف سامي حسين أي إنسان يعمل براكاج يعمل أنتي ليلة عندنا زميلة تسكن بحذانا بيت بحذاها بنتها في دارها بعد بحذا رجلها صار وعندنا طفل بنت حومتنا عامل مشكلة عامل التليفون قالوا له روح عبسلام وهو أشرف عاملها المشكلة دي سبان الدين وجلاله وكل ومش ولدي كل المشكلة يعملوها عيطوا باسمي انا قايد في المحضر عبد السلام حط عبد السلام كوب كوب واش تعرف انت اللي يمشي مثل المركز يقولوا له وينو عبد السلام يجي وين عبد السلام يا عبد السلام يقول له راي 17 قالب عليك الدنيا اخر ما الاخر نهار العيد بالذات تشد واحد من حومتنا قالوا له يا عبد السلام جاي عبد السلام قالوا له يا عبد السلام راه جا فيك ارض بالكرتوش باش يضربوك بالكرتوش قالوا عليه نقاط الروح قالوا راه جا فيك اثم اللي باش يضربوك بالكرتوش قالوا سامحني بعد ما صارت المداهمة هذه بعد ما وقف عبد السلام شنو صار؟ مشيت ال أنا مشيت كلمتني أختي أنت خو عبد السلام أي أنا خو عبد السلام مانيش حاضر نخدم أنت على ما واحد على كلمة هذا جارنا اللي هو حي معناتها نخدم كلمتني أختي قالت لي يجري لأخوك مات على أساس خويا مات تاع صارت شي حاجة في نهار العيد عشية صارت في باليش معناتها الشرطة بالطريقة هذيك باش تجي نهار العيد وصلت للدار لقى كل دم مش فما وين خويا شنو هو قالت لي راه هزوا الحاكم شوف كيفاش ضربوه عم ثم سيكونس مصوره دوب ما خرجوا معناتها تعمل الامن ثم شكون من جيران صور لي سيكونس هذيك يرحم والدي تسمع الحس والعياط برا كلم المنطقه الفلانيه برا كلم الحمايه المدنيه كلم النجده ما حب يحتك بينا حتى حد ما حب حتى حد يقبل حاله الضبط في دارنا مشيت كي دخلت مشيت للتلفزه خدمت التلفزه نلوج على رقم اعلام تاع اي قناه باش نتصل بها تجي في الوقت وتعاين الحاله هذيك ما فهماش كلها وطنيه احتفال بالعيد ما فهماش رقم مانيش عارف شكون باش تمشي في اللحظه هذيك يا اخي صورت الدم صورت قلت لها تمشي تعمل خواتي تمشي تعمل سيرتيفيكا بالوقت علي صار فيكم وديجا السيرتيفيكا موجوده لاختي الصغيره ولاختي الكبيره وتفش الحاله في السيرتيفيكا أزول شارميكور قالوا منجموش نسعفوه هذوما الزوز هذوما اللي نسعفوه هذه سيرتيفيكا أختي تنساش اليوم بالغاز ولما ضرب فيها بالضرب اللي ما ضربينها به وهذه سيرتيفيكا أختي الكبيرة زادة 7 أيام وبالضرب ما ضربنا فيه اللي جا الوثائق عندي صورت خويا دي سيكونس على اللي خلاهم التراس اللي خلاهم وراه الجيران يشهدوا في أي لحظة تحب تجي خويا تصور هذيك الجيران يشهدوا كيفاش صارت العملية ثم أنا في الليل تسعة كما خلط كي خلط خلط 9:30 10 في الرباح حاجه كيما كاي ثم جيت لوش
نصور في التراس نتاع خويا وقت يشوف دم بالطريقه هذيك معناتها عجريه وبالبنك باب مكسر وباش مهزوم معناتها ما تفهم نعمل كل شيء داخل كل شيء داخل بعضه في شغل يقول كي قايدوله ضرب روحه بسكينه استنى هو ما عنده لا سكينه ولا عنده تو انسان راقد مش حاط سلاح تحت منه حاسين شغل يقول قطر من قبل وش نزول قصاب كي مشي كان قصاب في الليل قالوا لي انا جابوه وعملوا له يد وفاس ورجعوه لا اله الا الله محمد رسول الله ان شاء الله ربي ينصر حق كل مظلوم في تونس جيت نقول نرجع للمركز خويا قلت له قل لي ندرا ولدي ميت ولا حي قال لي ولدك راهو مشينا سعفناه وهزيناه من البشوشه وغدوه الصباح راهم مش نزلوا نعملوا له عملي علاه قلت له ولد عمي دار الناس وانا كاري ب 200 الف كي كسرت لي كيكه باب وكسرت لي شباك نمشي نجيبهم قال لي قول لهم الحاكم كسر لانه يقول الحاكم قصر